فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فهدى الله الأمة الوسط بما شرع لها إلى وسط من ذلك، وذلك بإزالة النجاسة بالماء. نعم. قال: وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقارنة لليهود، وملابسة ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ترك ما شرعه الله من أجل مقاربة النصارى، أو فعل ما حرمه الله مقاربة لليهود، كلا الأمرين لا يجوز، كلا الأمرين لا يجوز. فنحن نترك المحرم ونفعل الواجب، ونخالف الطائفتين في هذا الأمر. نعم. هو بين كما أشرتم أن الأمة وسط، فاليهود مثلا يأكلون الربا وهو من أشد المحرمات. نعم. نحن نخالفهم في هذا، نخالفهم في هذا. المشركون يأكلون الميتات، نحن نخالف المشركين في هذا. النصارى يأكلون الخنزير الذي هو أقذر الحيوانات وأنجس الحيوانات، فنحن نخالف هذه الطوائف، وديننا دين الوسط والاعتدال والنزاهة.